وأحلامك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 10:34 معكم نحن كالعادة، مازلنا ننسو فيكم حتى النص الليل، ومازلنا مكملين مع تليفوناتكم لليوم، تليفوناتكم اللي قاعدين يوصلنا على 72 328 500. معنا ناصر بالتليفون، مرحبا ناصر. أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ لاباس عليك يا ناصر؟ الحمد لله عايش. منين تكلم فينا خويا؟ قل لي. لا نكلم فيكم من دفع بينا مع ناصر ولاد سريان. مرحبا بك يا سيدي، معناها انت تو موجود في دار شعبان؟ في دار شعبان. واضح واضح، مرحبا بك ناصر، معك الفلكي العالمي محسن عيفة، تفضل. عالسلامة سي ناصر. عالسلامة سي محسن، لاباس عليك؟ الحمد لله يا ناصر. عمل بيك الطقس ولا توني في الدفاع؟ كي نخرج برا بعد يجيني الطقس. لكن انت ظهر لي تحت الكوفير تتكلم. والله تحت كوفيرتك هيك حاضر. عارفك بدل ما تكلم هكا غطس من غير صواب. والله غطس من غير صواب. هكا طلع عين بعين. هكا هو سي ناصر. انت مولود في 23/7. معناها ديما تلقى برجك انت هو الاسد. اي. وبالعربي انت برجك بالاسد. وبالصيني انت برجك بالفيل. اي. معناها الاسد ناري يزهر طيب حنين، ما عندوش زهر مسكين، فلوس داخله منا خارجه منا، كاينك حاضر في ما تجري ما تلحق، ديما تعب ديما تعب، وانا قلبي طيب برشا. ان مال اللي يجيبهم في عام يجيبهم مجمل في فرد فم. والله العظيم بالضبط. تخدم تلقى روحك بوسال. اش بيك يا ناصر هكا؟ ديما زعاد والله ظهر لي الجيب نتاعك طلع منقوب ولا كيفاش؟ تعدى منه يخرج منه. والله يا سي محفوظ اللي عاملين لي في جيب. لا لا هذاك هو عندك التابع لي كيف يجيبك يا سي ناصر؟ ماكش مشكلتك ماكش نعرفي معناها ماكش كيما برشا رجال تو يبرجك يقول لك يتكيف ولا يسكر ولا حاجه، عندك حاجه قليله معناها ما عندكش حاجه برشا، لكن الفلوس مش قاعده في جيبك. مش قاعدة جميلة. العين واسعة لكن السرة ظريفة. طيب عندك شوي مغشاش، جريت برشا، تعبت، شقيت، ما عندكش زهر حتى من أقاربك، حتى مع حياتك كله، وين جيت برمج باش تعمل حوايج وتنورك وتفرحك، من بعد تلقاها قد ما فهم شيء، ما صورت شيء، ما عملت شيء. والله العظيم أنت تهزها منه وهي تميل منه. يا ودي شيء غريب ظاهر، يعني مهزة منه وهي تطيح منه. حتى في أمور عاطفية كله نجيت برمج باش تعمل حوايج وبعدين ما ثم شيء، لكن ثم شكون وعدتها ولتو مازال ما ربي ما سهل فيها. الله يصحيح. وعلاش يا بنت الناس لتو تسنى فيك وانت لا قدمت لا وخرت؟ أنا غالب الأمور المادية ما تصلحش. إيه لكن قال لك تزوج فقراء يغنيك من الله. يقول لك انواسي واعتب له كان بعمل ذرية يا ولدي. صحيح. علاش تخلي الحكي معك؟ ان شاء الله ان شاء الله قدرة ربي ان شاء الله. ما هوك بس روحك شوي، انت عندك الرخفة. عندي الرخفة صحيح. عندك الرخفة وثاني حاجة أخرى عينك واسعة، تحب كل شيء هات تو تاكل تو وقول له خلي روحك بلاش. الله العظيم بالضبط. هكا معقولة سي ناصر؟ ممكن تصور 10 كتصور 20 دينار، 10 خبيهم و10 اصرفهم ما يسالش، مش تصرفهم الكل تخلي روحك بلاش. لا غالب المخ لا غالب. يا عاد تبارك الله العمر قاعد ماشي نورمالمون، حتى كي تعرس صغارك يكبروا في وجهك. صحيح. انت قاعد تخمم كيف مصلحتك. نهار البشر ما تعرفش على صاحب بدنه، هاك تشوف روحك انت، نهار تلقاك ناشط وقوي ونهار تلقاك فاشل ومدقدق كان وقت ريحه. صحيح. والعمر قاعد يمشي ويجري. ان شاء الله يكون 2019 تمركز توب وثبت الضوء ما تحرقش الفيروج نتاعك، قدم امورك بخطوه صحيحه، ولازمك تبني بني على صح وتبني على عرس صح، وخذ بنت الاصول لعل وعسى مع الزمان يطول، وركز امورك يا سي ناصر، ماذا بك ما تعجلش، خلي ديما الابواب مفتوحه امامك، ماذا بك ما تعجلش وخلي روحك ديما قوية يا سي ناصر. بالله نحب نعرف سي محسن الجمعة ذي مخبي لي الزهر. الجمعة ذي عندك برشا مفاجآت باهية مش خايبة.
وعندك برشا حاجات باش تقدمهم، قاعد تخمل حوايج باهيه، لكن ان شاء الله ربي يسهلك فيها. ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحة يا سي ناصر. يعطيك الصحة ناصر، مرحبا بك خويا، تحية كبيرة ليك. نمشيو التليفون اللي بعده معنا ألفا بالتليفون. مرحبا ألفا. ألو، عسلامة. شنو حوالك يا ألفا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. يعيشك، منين تكلم فينا ألفا؟ أنا من بنزرت. من بنزرت، تحية كبيرة ليك، مستمعينا الكل في بنزرت. معك الفلكي العالمي محسن عيفة. ألفا تفضلي. عسلامة ألفا. مرحبا سي محسن. لاباس؟ الحمد لله يا رب. شنو أحوال بنزرت؟ الحمد لله، كيف هي تحسب الطاقة؟ أنا معاش نجم نسأل على بنزرت، خاطر أمل بنزرت نسأل هي مش نسأل أنت. هاي ألفا مادامها في بنزرت. أي بنت بلادك عاد هذيا. لا لا. أي مرحبا. أي كلها بلاد بلادك كلهم، ما يسألش. ألفا. مرحبا. وي. مولودة في 17/6 هكا ولا؟ إيه. ما ديما تلقى برجك الجوزاء. الجوزاء. بالعربي أنت برجك أنت هو الدلو، الصل. أه. والصيني، تعرف برجك باش ولا؟ لا لا. زعما ما تعرفيش ولا؟ لا لا ولا نعرف. هو برج تاعك انت هو الصيني، هو الخفاش، الطائر الليل. وين نموت علي؟ هذاك علاش؟ قال انا الليل وليلك مواتيك. وين نموت علي؟ انت برجك بخفاش الليل، الناس ترقد وانت بيت تسهري وتخممي وتحسب فيهم بالنجمه بالدقيقه. ما يجيك النوم كان عقاب الليالي. وشوف يجيك النوم وشوف ما يجيكش. ما يجيهم لا. الناس الكل تأزمك بربشهم وتشوفهم كل شيء، ما يرقد ويجيك النوم الا ما تثبت كل شيء. كيما انسان عنده حانوت ويخدم ويخر تاني باش يعمل حسابات قدر يصور وقدر يصورش. هكا هكا الفا هكا. ها؟ ما هو العمر قاعد ماشي وانت ماكش مركزه. وانت كما قال بشر ميت عصفور في الطايرين في السماء ولا عصفور في الجيب؟ انت اسمك تو عصفور في الجيب ولا ميت في السماء؟ الله غالب. اي علاش تقعد كيما هكا الفا؟ والله سي محسن انا سمعتك مره عم نيول. اي نعم. قلت وهو هي صحيحه، سمعت قلت مره عم نيول وهي صحيحه نفس الحكايه عندي. قلت برج الجوزاء عنده شويه مشاكل في الزواج وهي صدري. ما هو انت باش قلت لك مشكله يا الفا طموحية برشا وتحب كان حاجة على كيفك، لكن الإشكالية نتاعك اللي تحبوا أنت ما يكونش نصيبك، واللي هم يحبوك حتى حد ما يحلى في عينك. بيها وعندي علاقة جديدة مش عارفة قلت عليك على زعما يركح مرة هذه؟ إن شاء الله. وأني مثلا أنت لازم أكيد بتركحش روحك أنت. أنا؟ خاطر فيزا تنرفزها. ترمي كلمة قد جبل. تحب كل شيء في تعفيزة. ها؟ تحب كل شيء في تعفيزة. ها؟ ما نتعبت خاطر. مستعجلة. اللي يصبر هنا. اللي يصبر هنا يا ألفا. صحيح. لكن عاد البشر يقول لك يصبر يصبر وبعد يفتح لك بعضهم إذا مش خايب. لا 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 هو صحيح. اما ما المراه خاطر انا عندي عمر معين مش كيما المراه عندها عمر يحكم فيها. نعرف. اعطيني النهار والشهر. هو مولد 24 جانفي. اي ما نعرفش العام. ما لا لا ما يسالش ما يسالش اذا يكفي 24 جانفي معناها برج الدلو. برج الدلو. وانت برجك بجوزاء. اي معناها هواء في هواء. اي ما يتفهموش. لا يتفهموا. الحمد لله. زعما الله يدخلك في قلبك وحسيت به نفس الكاركتر نتاعك نفس الطبيعه نتاعك. مرات يقدم ومرات يبعد. هذه صح. كنت نحكي معه توا كنا نحكي في الموضوع هذا توا. ساعات تلقاه هكا عسل الدنيا وساعات ما حتى ما عندوش ساعه البال باش يجي يحكي معك برشا برشا. صحيح. لكن انت عندك حاجه برك. انت كي تعرف على شخص تخنقيه بالتليفونات باللقلق حتى يفد مسكين مو عطيه شيء صعبان. لا 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 كان كنت قبل ما العلاقه هذه العكس. لا لا ما صحيح. ما تربيت العلاقه هذه العكس هو ديما يطلبني مش انا. ما انا مريت ربيتي برا. انا اللي تربيت. هكا هو بدل ما تربيتي. انا ما نطلب الجمله انا ربي نقص شويه كي يحكي معايا توقف فيه. اسمعني كلمك برجك انت وبرجه هو موتين بعضكم.
هو كانت عنده مغامرة عاطفية قبل وفشل فيها. قال لي عليها يا سي فري. ماكش فيها عنده، قال لك انا اسمع عند عمك محسن قبل. ايه؟ اسمع عند عمك محسن بعدين خلتي صرف وصرفي، كان كلامي صحيح ولا غلط؟ الحمد لله ان شاء الله. مش هو قال لك عليها، عمك محسن قاعد يقول لك تو. عادي. هو كانت عنده علاقة عاطفية. وعاطفية كانت ليه جرح كبير، جرح بظلماته. قاعد ديما ما عندوش ثقة حتى في أي إنسان، خايف. هو تو معاك تحس بيه مرة تجاه عاطي كونفيونس وساعات تقلب 360 درجة. معنى أنت يزمك تعرف كيفاش تملكيه ويعرف كيفاش تكسبيه. يزمك توسع بالك وعرف كيفاش توسع بالك بالكدا بالكدا باش تملكيه. نرفزتيه، غششتيه، ضغطت عليه ينسحب راهو. ينسحب. مالا شنو؟ وانت عندك كي جديدة تتم تصيبي على حاجة إذا ما تتصع بالك. بعد ما تملك الحكاية ويجي في كفك تولي خاتف سبعك ومركب رجلة. الله يا رب. هل تمنتك عدنا قلتك ثم نصيب شاد ثم نصيب، لكن لسانك سوانك إذا سنتو سانك وإذا خنتو خانك. يعطيك الصحة يا ألفا. شكرا. مرحبا بك معنا ألفا، تحية كبيرة ليك والمستمعين الكل. زيدا في بنزرت انتم إذا كنت حابوا تشاركوا مرحبا بكم، كلمونا على 72 328 500. نمشي الباج فيسبوك توعنا محمد مولود في 5 ماي. 5 ماي أختنا أمل له 5 ماي برج الثور، والثور باهي لكن قاعد يسنى في الرد، وبعد شهر فيفري واللي تحسن أموره نتاعو قاعد ياخو ياخو يعطي. هو برج الثور استناه مع برج المائي يقدم برشا، مش جاهز هر مع برج الماء، ما معروفين الماء السرطان والحوت والعقرب. رحاب 4 جوان. 4 جوان هو الجوزاء، والجوزاء هوائي كالطقس، ما عندوش ثقة حتى في حد، ديما يحب حاجته باستعجالي، ما عندوش صبر، لازم يصبر. سنة 3 مارس. مارس كما حكينا الحوت استناه عنده تفائل باهي، ما عنده باش يقدم برشا خير. معناها كان ما حاج صار سنة عام 2019 ما قاش زارو مش يقعد ديما تعب، لازم يركز ولازم ينحي عليه العين الزايغه. فاطمة 6 اكتوبر. اكتوبر برج الميزان. الميزان برج هوائي كطقس، مرات تلقاه عامل جو مرات تلقاه نرفوزي، ما يحبش كون يناقشه، لكن عنده ضغوط نفسيه وعاطفيه، لازم يعرف ونحط سقي. واخيرا ذكرى 7 افريل. افريل برج الحمل ناري، لكن الحمل فدال طيب، لكن ما يحبش شكون يناقشه. الحمل كلمه تاخذه وكلمه ترجعه. 2019 قاعد يمر بامور عاطفيه طيبه، لكن رد بالك تحصل روحك وتخلي روحك مخنوق، ديما خلي روحك قد قد، ما تقعدش بحوايج غالطه، خلي ديما امورك ثابته. فوالا نحن راجعين دونك بعد شويه مكملين سهريتنا بالموسيقى، نسمعكم لو مال دو موا.